لو رجعت بالظبط تاني جدا. ل 57 53، هل ده سقف المبلغ اللي وصلنا ليه ولا متوقع انه يزيد؟ والله يا فندم هو متوقع ان هو يزيد، بس في الايفنت اللي قدروا يجمعوه 600,000 دولار نعم امريكي، و600,000 دولار دي كانت اكبر واقصى يعني مبلغ هذه الاي سي ان او الشبكه قدرت ان هي توصل له في المراحل. يعني دي المفروض ان هي كانت الدوره 13 لعملها، ده نعم اكبر مبلغ وصلت له كان يعني امبارح أيوة. اللي هو 600,000 دولار. هل صحيح يا سيادة الوزيرة إن نص هذا المبلغ متبرع به عالم اقتصادي كبير مصري في الخارج؟ هو الحقيقه محمد بيه العريان أيوة قال ووعد وعد بان هو لكل دولار هيتم التبرع بيه هو مستعد ان هو يتبرع ب3 دولار. يعني فيعني يعني 600 دول هيدفع لهم 300. يعني هو 300 هيدفع عليهم بالظبط كده، يعني 600,000 دول 300 من الناس و300 منه بالظبط كده. اوكي، وده برضو اللي احنا بنتكلم احنا عليه، لازم نحييه بشدة على هذا التبرع راجل السخي. رائع،